جديد للحكومة. خلال 18 شهر كل مؤسسة حكومية تتحول إلى حكومة إلكترونية، ولا هذا مش مكان هذه القيادة؟ وفعلا التزمت المؤسسات الحكومية خلال 18 شهر إنها تحولت بشكل رقمي، بوابات إلكترونية، وخلال العقد اللي فات 10 سنوات من التحول من حكومة إلكترونية إلى حكومة الهاتف المحمول ومن ثم الحكومة الذكية. ولكن يتحدانا مرة أخرى الشيخ محمد بن راشد، يقول ليس كفاية أن تكون الحكومة فقط ذكية، أنا ودي الشعب يكون ذكي، ودي القطاع الخاص يكون ذكي، ودي بتكامل كامل في الإمارة، ودي أن الناس فعلا تستفيد من هذه البيانات. ومن هنا طلعت فكرة المدينة الذكية. في سنة 2000 أنا كنت أحد الطلبة اللي حضروا ورشات التثقيفية عن الحكومة الإلكترونية. أستاذي الله يذكره بالخير، أستاذ البرمجيات، شاب مصري اسمه الدكتور محمد، وهو يتابعني على فكرة على الإنستغرام، ودائما يقول أنا قلت لك، كنت أقول له هل بإمكاني أني أنا أنضم لهذا الفريق المتميز؟ واليوم أنا أقود هذه الأجندة، والفضل يرجع لأساتذتنا من مصر اللي فعلا فتحوا لنا هذا الدرب. ما كان كفاية فقط أن احنا نطلق مبادرة دبي الذكية، لكن كذلك الاستفادة من كل أدوات الثورة الاقتصادية الرابعة، التقنيات أو التكنولوجيات الحديثة. لذلك تسارعت عنا وتيرة التطور من 2017 بإطلاق عدد كبير من هذه الأجندات. وحقيقة من سنة 2000 كانت التحول إنكريمنتل، مثل ما نقول أطرف وأطره، لا مش عاوزين أطرف وأطره، عاوزين الديسربتيف، لأن هذه التقنيات الحديثة فعلاً راح تحقق لنا هذه النقلة النوعية. ولا منو يصدق أن السنة الجاية شاب إماراتي راح يوصل للفضاء كرائد فضائي يدعمه قطاع فضائي متكامل لما إحنا استفدنا من هذه التقنيات. اليوم إحنا هدفنا في مبادرة دبي الذكية المتمثلة بالمكتب وبمؤسساته أن نجعل دبي أسعد مدينة على الأرض. بإعادة تصميم التجارب بحيث أنها تكون سلسة، ممكنة، آمنة وسعيدة لكل فرد، ونلامس كل فرد في دولة الإمارات وفي دبي على جميع القطاعات. اليوم كل القطاعات الحمد لله تحولت إلى تحول ذكي بقيادة إخواني من المؤسسات الحكومية المختلفة اللي استعرضوا أجنداتهم معنا خلال هذا اليومين. أهدافنا الرئيسية هي تجارب سلسة، تجارب مدعومة بالبيانات، وكذلك كفاءتنا في العمليات وتوفير وخلق بيئة ممكنة لهذه التقنيات. لما نتكلم عن التجارب السلسة اليوم، ما عاد يكفي أني أنا أطلب من الجمهور روح مركز الخدمة. التجارب السلسة معناته أني أنا أوفر هذه الخدمات كلها في الأجهزة الذكية، سواء كانت هاتف محمول، للأسف خذوا هاتفي هناك معني أنا ما أتحرك من غير ماي سمارت ديفايس، يأم على السمارت ديفايسز أو على الآيباد أو حتى على الساعة الذكية أو على التلفزيون الذكي. إذا نتكلم عن أحدث استراتيجية أطلقها الشيخ حمدان ولي العهد، طبعا الشيخ حمدان تعلم من أبوه الشيخ محمد بن راشد أنه دائما يتحدانا كفرق تابع له في حكومة دبي، تحدانا أن اليوم لا يكفي ان احنا تحولنا تحول رقمي خلال السنوات اللي فاتت، نبقى قول وفعل. اذا احنا فعلا تحولنا تحول رقمي، ليش لين اليوم نصدر اوراق في حكومه دبي؟ قال انا حلمي ان دبي تكون مدينه لا ورقيه وبدون الكاش، لا كاشلس وبيبرلس سيتي، واحنا فعلا قادرين على هذا الشيء. لذلك اطلقنا حكومة دبي اللاورقية استراتيجية تخولنا أن في تاريخ 12/12/2021 نحتفل بإصدار آخر ورقة معاملة حكومية للأفراد في إمارة دبي. عملنا عملية حسبة كذي مبدئية أساس نعرف شو تكلفة اليوم المعاملات الورقية في حكومة دبي، وهذا الرقم متحفظ جدا مثل ما تشوفونه، وفقط على الفرونت سايد 1 مليار ورقة تصدرها حكومة دبي. هذا المليار بإمكان أن يطعم 4 مليون طفل.
بإمكان هذه الساعات اللي إحنا نعملها بروسس لإصدار المليار ورقة بإمكانها أن توفر 40 ساعة لكل فرد يقدر يستفيد منها بدل ما هو واقف على الطوابير ورايح جاي على مراكز الخدمة أنه يستفيد فيها يستمتع فيها مع أهله. مليار ورقة بإمكاننا أن إحنا نوفر 130 ألف شجرة. للي يعرف السنترال بارك في نيويورك هي 5 أضعاف هذه الحديقة. هناك مجهود كبير وبإذن الله مع أخواني المدراء العموم اللي اليوم حاضرين والبقية في حكومة دبي باستطاعتنا أن احنا فعلا نحتفل في ديسمبر 2021 بهذه الاستراتيجية. التجربة السلسة الأخرى في إمارة دبي من سنة 2000 احنا أطلقنا الحكومة الإلكترونية، لكن هل يعقل أني أنا عشان أني أخلص خدماتي أنتقل من مركز خدمة لمركز خدمة وأدخل صفحات انترنت وأنزل 50-60-70 تطبيق؟ يا أخي بتفضي بطاريتي في الموبايل من كثر هالتطبيقات اللي أنزلها. لذلك أطلقنا منصة دبي الآن، وأطلقنا عليها دبي الآن لأن إحنا محتاجينها الآن خدمتنا، ما محتاج أني أنا أنتظر ساعات لغاية ما توصلني هذه الخدمة. وفرنا أكثر عن 61 خدمة من أكثر من 28 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص، كلها في تطبيق واحد تدخله بهوية رقمية موحدة وتدفع في النهاية ببوابة إلكترونية موحدة. وأخيراً في بداية رمضان حتى بالأبل باي تقدر تدفع عن خدماتك الحكومية. إحنا في هذا التطبيق وفرنا الجهد مو فقط على المؤسسات الحكومية، لكن وحدنا التجربة للمتعامل. من الخدمات المميزة فيها حتى لما تروح تصب بترول في سيارتك، أول ما توصل محطة البترول يقولك أنت في المحطة الفلانية، اختر المضخة أي مضخة أنت موجود فيها وكم المبلغ اللي أنت حاب تصب فيه بترول. ومو بس كذي، فيه من الذكاء الاصطناعي اللي ممكن أنا أقول لك كم فاتورة بنتي ادفع هذه الفاتورة، أو كم أعلى سعر معاملة دفعته للحكومة. في داشبورد يأهلني ويمكنني كمستخدم أني فعلاً أتمكن من إدراك ما يحيط بي من خدمات ومن مصاريف. أطلقنا البلوكتشين، وفي كثير من الناس يتحفظون على البلوكتشين. بالأمس كنا في الصين، والصين مانع أي معاملات في البلوكتشين، لكن حنخلط ما بين البيتكوين والبلوكتشين. البيتكوين هي العملة الرقمية، وما نحن نطلقه اليوم هي استراتيجية البلوكتشين كتقنية باستطاعتنا كمؤسسات حكومية وكحكومة بشكل متكامل وحتى أفراد أن نسهل حياتنا من حيث نشر البيانات، وكذلك ما يطلق عليه بالسمارت كونتراكت والترانزاكشن يكون سهل وآمن. الشيخ حمدان طلب منا أن فعلاً 2020 كل الخدمات القابلة للتحويل على البلوكتشين تكون محولة. إحنا اليوم الحمد لله بداية من 2016 عملنا بشكل مكثف مع المؤسسات الحكومية، لدينا 20 حالة تجربة للبلوكتشين في قطاعات مختلفة، قطاعات الطاقة، قطاعات الطرق والاقتصاد وغيرها. والحمد لله آخر تطبيق طبقنا كان على المعاملات الرقمية البنكية، قدرنا أن احنا نحول التجربة من 45 يوم إلى زيرو بعد ما طبقنا البلوكتشين. مو فقط تطبيقات، احنا كذلك وفرنا هذه او خلقنا هذه البيئه بعد ما اطلقنا مسابقه او تحدي البلوكتشين العالمي اللي نمشي فيه للسنه الثانيه. الحمد لله قدرنا نستقطب اكثر عن 200 شركه ناشئه عالميه. اليوم واحده من اهم هذه الشركات هي كونسنسس، شركه ناشئه مختصه بالبلوكتشين، اليوم مقرها الرئيسي في دبي. اليوم تعرفون يعني ماذا يعني انك انت تخلق قطاع اقتصادي جديد؟ هذا ما فعلناه الحمد لله في دبي، اقتصاد البلوكتشين أسسناه في دبي. وفعلاً دبي بعد آخر قمة عالمية قمنا فيها في دبي، قمة البلوكتشين العالمية قبل شهرين، أطلقوا على دبي عاصمة البلوكتشين العالمية. فزنا في أشهر جائزة في العالم للمدن الذكية من قبل المقدمة من قبل إكسبو المدن الذكية في برشلونة، وتم تغطية الحمد لله كل فعالياتنا في البلوكتشين من قبل قنوات عالمية مهمة مثل 4 أبسود في السي إن إن، التامس فيها كان 3 مقالات عن هذه المبادرة، الأسبوع اللي فات ذا نيويورك تايمز وغيرها من التغطيات الإعلامية، وكذلك
المؤسسات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي واليو إن نشرت كثير من المنشورات اللي تتكلم عن هذه المبادرة. اليوم لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي كذلك احنا تميزنا في هذا التطبيق الحمد لله بوجود كفاءات في الحكومة اللي آمنت بهذا التطبيق. عندنا من الشخصيات الجريئة حقيقة اللي آمنت بهذه التقنية أخويا سامي القمزي المدير العام لمؤسسة لهيئة دبي للاقتصاد دي اي دي Department of Economy. في حين أن الباقين كانوا مترددين في استخدام الذكاء الصناعي وقال أنا بخوض معاكم هذه التجربة، الإخوان من عندي أنا وسام ومحمد شاعل من دار الاقتصادية خذوا على عاتقهم أن يطبقون الذكاء الصناعي مثل ما اي بي ام سمت برنامجهم في الذكاء الصناعي واتسون، احنا سميناه راشد، وراشد هو الأب المؤسس لإمارة دبي. تطبيق الذكاء الصناعي مر على كل هالقطاعات اللي انتم تشوفونها. للوقت بحاول اني انا اسرع، عندنا تجارب كثيره مدعومه بالبيانات لايماننا الكبير باهميه البيانات ولاهميه البيانات وايماننا فيها. الشيخ حمدان كذلك تحدانا ان خلال 6 شهور كان في نهايه 2014 نحن نطلع قانون للبيانات. اليوم ما في مدينه ولا في حكومه في العالم عندهم قانون اسمه قانون بيانات. المؤسسات كلها عندها ممكن سياسات استشراف البيانات، الحمد لله احنا عندنا قانون يؤسس لعملية منهجية لكيف احنا نستفيد من هذه البيانات، وعندنا مؤسسة اسمها مؤسسة بيانات دبي، وأطلقنا منصة عمود فقري رقمي في إمارة دبي اسمه دبي بلس يوفر هذه القواعد البيانات. اليوم عندنا نشرنا أكثر عن 300 قاعدة بيانات مفتوحة ومشتركة مع المؤسسات الحكومية، وليست فقط توفر البيانات لكن توفر الأدوات التحليلية والاستشرافية اللي أي واحد منكم اليوم يقدر أنه يستفيد منها لو يدخل على منصة دبي بلس دوت اي اي. مؤشر السعادة، نحن نتكلم عن السعادة وهي مرادف للذكاء. الشيخ محمد بن راشد مثل ما أنتم كلكم تعرفون في تقرير دولي اسمه تقرير السعادة الدولي اللي تطلقه الأمم المتحدة بشكل سنوي. في 2014 قال لا يكفيني أنا أنتظر سنة ورا سنة أني أنا أعرف حالة السعادة عند سكان دبي، أنا ودي أن يكون هذا بشكل حيني وفوري وأباه بسيط، أبا أقيس تجربة كل متعامل مع الحكومة وغير الحكومة وأشوف هالشيء قدامي هل فعلا الناس سعيدين. 2014 أطلقنا مؤشر السعادة، شاشة بسيطة اليوم الحمد لله موجودة في كل المؤسسات الحكومية على كل منفذ لتقديم الخدمة، على المنصات الذكية، على التطبيقات، وحتى كذلك في القطاع الخاص. تدخل مطعم، تدخل سينما، تدخل عيادة، تقدر تقول هل فعلا كانت تجربتك سعيدة. الجميل لأن احنا نشوف كثير من الساتسفاكشن سيرفي موجودة في العالم، الجميل أن هذه منصة موحدة قدرنا أن احنا نستوعب أكثر عن 18 مليون صوت، نقدر نحلل هذه البيانات الضخمة ونستفيد منها. واحدة من الاستفادات اليوم مع شرطة دبي أطلقنا تطبيق جديد اسمه سدد مخالفاتك بسعادة. نعم نقدر نحن نسدد مخالفاتنا وإحنا سعيدين، وأفادنا صح حقيقة هذا المؤشر نحن نعرف وين فعلا السكان محتاجين نحن تبوش ذم ونرفع سعادتهم. ما أقدر أتكلم عن التميز الحكومي والتميز الرقمي من غير ما أني أنا ألمس الكفاءة في العمليات. عندنا كثير من التطبيقات اللي نتكلم فيها عن كيف إحنا ممكن نرفع كفاءة العمليات. اليوم نظام تخطيط الموارد الحكومية، لأن حكومتنا الحمد لله واعي وأدركت هذا الشيء بشكل يعني قبل عقد من الزمن، وأطلقنا هذه المنصة الموحدة اسمها GRP. اليوم في فريق عندنا في دبي الذكية 40 موظف قادرين هم يديرون ملفات 75,000 موظف في حكومة دبي، يديرون موازنات تقدر بما يزيد عن 40 مليار درهم من منصة موحدة. أنتم تعرفون كم معنى أن أنا يكون عندي كنز من الذهب أقدر أستفيد منه في التخطيط لوجود هذه المنصة الرقمية اللي حقيقة وفرت علينا اليوم أن احنا نديرها بشكل مركزي، وفرت علينا 4 مليار درهم من هذا التطبيق. كذلك لدينا الهوية الرقمية مثل ما ذكرت قبل، وعندنا كذلك منصة الدفع الرقمي اللي سنويا نحن حقيقة نحصل فيها أكثر عن 13 مليار درهم لحكومة دبي. نحن كذلك نتكلم عن خلق بيئة ممكنة لهذه التقنيات. نحن نتكلم عن كيف أن أنا
بإمكاني أني أنا أعزز من هذه المهارات. نحن أطلقنا السنة في القمة الحكومية ما أطلقنا عليه جامعة المدينة الذكية تحت برنامج 10X. اليوم لا شك أن تلقينا للمعرفة اختلف عن السابق. في السابق كنا نروح الجامعة ونروح الصفوف، اليوم عيالنا يعرفون أكثر عنا من خلال مشاهدة اليوتيوب ويشاهدون تيدكس، وإحنا نحضر هالمؤتمرات ونستفيد كثير من المعرفة. كيف أقدر أنا أرجع لمؤسستي وأقول أنا استفدت من هذه المعرفة على هذه المنصة اللي بنيناها على البلوكتشين؟ باستطاعة أي شخص أنه يوثق هذه المعرفة ويختبرها وكذلك يحصل على الشهادات من خلال هذه المنصة. أطلقنا كذلك السنة أول شبكة عالمية للمدن الذكية. زملائي هنا يعرفون أني أنا مسميني ابن بطوطة، لأن كل يوم أسافر من مكان لمكان لأجل أني أنا أتعرف على أفضل التجارب وأنقلها إلى إمارتنا بدبي. بطلقنا هذه الشبكة على الأقل أنا شوي برتاح من السفر، لكن بنقدر نخول المدن الأخرى تستفيد من تجربتنا ونحن كذلك نستفيد من تجربتهم. فلكل الخبراء اللي اليوم موجودين في هذه القاعة أتمنى أنكم تشاركون وتشتركون في هذه الشبكة. على فكرة الاشتراك مجانا حتى الآن، تدخلون على www.smartdubai.ae وبإمكانكم أنكم تشاركون وتستفيدون من المقالات ومن المنشورات اللي احنا ننشرها في على هذه المنصة. مثل ما ذكرت في السابق كان عندنا احنا تحدي البلوكتشين العالمي، كذلك عندنا مسرعات دبي للمستقبل ومسرعات المدن الذكية في دبي اللي قدرنا من خلالها الاستفادة من كثير من الشركات الناشئة من مصر ومن الوطن العربي ومن كذلك مختلف دول العالم. قدرنا ان احنا نوقع 83 اتفاقية مع هذه المؤسسات ولهم تطبيقات حية على أرض الواقع. كذلك ودنا ان احنا نشارككم مثل هذه الزيارة اليوم لنا في مصر. نحن مثل ما قلت لكم نسافر كثير من دول العالم، ان احنا نشارككم هذه المعرفه ونستفيد منهم سواء كان من الصين او امريكا او حتى من امريكا الجنوبيه. ولنا مشاركات عده انا واخواني والحمد لله حصلنا على جوائز عالميه من كل بقاع الارض. انهي جلستي اليوم معاكم بمقوله للشيخ محمد بن راشد مثل ما بديت الجلسه. الشيخ محمد بن راشد يقول احنا طموحنا ان احنا نلمس حياه كل فرد لكي نحقق حياة أسعد للجميع. ونحن فعلا اليوم نأمن أن بهذا التميز الرقمي وبمشاركة الجميع بإمكاننا خلق هذا الفرق، خلق سعادة للجميع. شكرا إخواني. شكرا جزيلا سعادة الدكتورة مريم بن بشر. الآن ننتقل إلى عرض آخر مهم يقدمه لنا الدكتور مهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات وأيضا مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات للتخطيط والمشروعات. العرض بعنوان التميز في بناء المدن الذكية. دكتور وليد عباس فليتفضل. السلام عليكم. بنتكلم النهاردة عن حاجة كلنا طبعا بنسعى ان احنا نحققها، اللي هو التميز في المدن الجديدة والمدن الذكية على وجه الخصوص. طبعا تطبيقات المدن الذكية كان في توجه كبير ان احنا مش بس ننشئ مدن جديدة وخلاص، لان احنا نبدأ نشتغل على مدن ذكية في الجيل الرابع. احنا في هيئة المجتمعات بدأنا نشتغل على 16 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع. زي ما حضراتكم شايفين في المدن الذكية بنحاول ان احنا نوصل لأكبر حاجة نقدر من خلالها ان احنا نتحول لتطبيقات تساعد المواطن في الاستخدامات اليومية ليه. وبدأنا ان احنا نركز على زي ما قلت المدن الجديدة اللي هي 16 مدينة جديدة. نبدأ هنشرح منهم النهاردة مدينة العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة.
دي طبعا الحاجات الاساسيه اللي احنا بنركز عليها، اللي هي الطاقه الحراريه، تحويل النفايات للطاقه، استخدام المخلفات باعاده تدويرها، استخدام الطاقه الشمسيه. كل دي الادوات الرئيسيه اللي احنا بدانا نتعامل على اساسها. وزي ما قلت احنا مش بس بنتكلم على ان احنا نعمل مباني سكنيه ونبدا نشتغل على اساسها وخلاص، لا، احنا بنفكر فكر جديد ان احنا نبدا نشوف ايه الحاجات الاساسيه اللي احنا نقدر من خلالها نحول المواطن لمواطن ذكي، مدينه ذكيه، استخدامات ذكيه، نوفر استخدامات الطاقه، نوفر في استخدامات الخاصه باستهلاك الطرق واعاده الصيانه. ببساطة كده إن المدن الذكية هي المدن اللي بتراعي علوم وتكنولوجيا ومتطلبات التنمية المستدامة. تشمل مجموعة من النقاط الرئيسية طاقة ذكية من خلال كهرباء، مية، طاقة شمسية، طاقة رياح، طاقة حرارية، منازل ذكية، أسلوب حياة ذكي بيقلل المخلفات وبنعيد من خلاله التدوير والتخطيط، مواطن ذكي بيحترم المنفعة العامة وبينتقل أفضل ومستدام، يبقى في اساليب تنقل ذكيه بتقلل مسافات التنقل اليوميه، يبقى في اعمال ذكيه، فرص عمل، خدمات مناسبه، مباني خضراء، تواصل ذكي. وكان الاهم حاجه عندنا في العاصمه الاداريه الجديده ان يبقى في سمارت جوفرنمنت، يبقى في تعامل مع المواطن بشكل يوفر عليه خطوات كتير جدا بتتم حاليا في المدن القائمه او المدن الجديده. كان في توجه من فخامه رئيس الجمهوريه ومعالي رئيس مجلس الوزراء بان يبقى في رؤيه استراتيجيه جديده للمدن الذكيه في المدن الجيل الرابع، بحيث يبقى في بنيه اساسيه موحده لشبكه الاتصالات وانظمه التحكم والرصد متوافقه مع المواصفات القياسيه العالميه، ويبقى في خطه احتياجات متكامله لكافه المقاطعات المستفيده من البنيه الاساسيه وانظمه التحكم واداره مركزيه للخدمات الاداريه. عناصر الرؤية دي كانت متمثلة في الأمن والسلامة العامة، الطرق ووسائل المواصلات، موارد الطاقة والمرافق المتجددة، والموارد المائية. بنستهدف إن احنا في الحكومة الذكية إن احنا نقلل تكاليف التنفيذ بنسبة 20% ونقلل تكاليف الصيانة ل 30% في العاصمة الإدارية ومدينة العالمين وباقي المدن. بنقلل الانتهاكات المرورية بنسبة 15% والأنظمة الذكية بتقلل الحوادث بنسبة 12%. دي شبكة البنية الذكية، البنية التحتية الذكية اللي احنا استخدمناها في العاصمة الإدارية. كل المرافق اللي حضراتكم بتشوفوها وبيحصل فيها دايما أعطال جمعناها كلها في أنفاق تحت الأرض بحيث يسهل صيانتها ويسهل متابعتها، وإذا حصل فيها أي مشكلة ما بتأثرش على شبكة الطرق الخارجية. طبعا الموضوع ده بيساعد في اكتر من نقطه، سواء كان في عمليه النقل، طبعا مش في مشاكل ظهر على السطح في الطرق المره جوه العاصمه، ما بيبقى بيوفر كتير جدا في عمليه الصيانه واستهلاك الوقت. الخدمات الحكوميه احنا دلوقتي كمثال بدانا في وطبقناها فعلا في العمارات اللي اتبنت، حضرتك مش محتاج ان انت تروح يجي لك محصل او ان انت يبقى في كارت بتدفعه، كل حاجه بحضرتك بتدخل عن طريق اكونت خاص بيك على الانترنت، بتقدر تعرف استهلاك الميه والكهرباء والغاز، اي خدمات خاصه بالمدينه حضرتك بتقدر تدخل على اكونت مباشر. وعملنا تجربه فعليه في احد المباني السكنيه عماره رقم 110 بالظبط، يعني عشان احنا نبقى في السنترال كوميونتي نقدر من خلاله نشوف احنا قدام العدادات وطريقه الدفع، ويبقى في المواطن في الشقه بتاعته بيدخل يشوف كل الاستهلاكات بتاعته، ويقدر من خلال الاكونت بتاعه الخاص بالوحده السكنيه يقدر يدفع من خلال فيزا كارد كل الاستهلاكات بتاعته ويعرف استهلاكه الشهري قد ايه. بالاضافه طبعا ان هو يقدر ان هو يروح في كل مجتمع في سنترال الحكوميه بيقدر يروح هناك يقدم الخدمه اللي هو عايزها، وبتبدا تتوزع على كل الوزارات المعنيه. يعني حضرتك لو عندك ليك 4 أو 5 طلبات في خدمه حكوميه معينه بتبدا المركز الرئيسي ياخد من حضرتك الطلب وفي خلال يوم يقدر يرد عليك في كل نقطه منهم. زي ما قلت احنا الاساس في الموضوع ان احنا يبقى عندنا اداره ذكيه، مدينه امنه، وخدمات تسهل للمواطن حياته اليوميه.
طبعا على نفس النمط يعني بندرس دلوقتي ان الخدمات تتحول لمدارس ذكيه وخدمات عبر الانترنت، ونفس الكلام برضو في الخدمات الحكوميه. طبعا شبكات الكهرباء هتعتمد بنسبه 50% على الطاقات المتجدده، الطاقه الشمسيه من اجمالي الطاقه الكهربائيه الداخله للمدينه. شبكة المية طبعا احنا نعتمد على شبكة المية كلها يعيد تدويرها تاني، لان احنا طبعا موفرين نسبة كبيرة جدا من المناطق الخضراء في العاصمة. في طبعا النهر الاخضر ده ماسك من اول العاصمة لاخرها، بيحتاج طبعا كمية مية رهيبة، فاحنا بنعيد تدوير المية تاني بمعالجة ثلاثية، ونستخدمها في الري وغسيل الشوارع والتنظيف. جميع المخلفات والطبقات، حضرتك مش هتشوف اي حاجه خالص فوق الارض، كل المخلفات بتبقى تحت الارض، بيظهر منها بس الجزء الرئيسي اللي فوق، هو ده اللي حضرتك بيبقى بتلق فيه المخلفات، وبتدخل تحت مناطق تجميعيه تحت الارض، من خلالها بنقدر ان احنا نجمع كل التجمعات بحيث ان يبقى فيه دايما المنظر اللي هو بيدي الطاقه الايجابيه للمواطن موجود في كل شوارع العاصمه. طبعا استخدمنا كودات، احدث كودات لتصميم الطرق، حضرتك هتلاقي الطريق متصمم موجود فيه حارات العجل، موجود في اماكن العربيات، مناطق الخضراء، مناطق للمشاة، موجود في كل منطقه منها التصميمات الخاصه بالمدن الذكيه. طبعا ده بالاضافه لان في مراقبه كامله من للمكان، بحيث ان احنا دايما يبقى في متابعه لكل الاعمال الموجوده في المدينه، ويبقى في تامين دائم لكل شبكاتها ولكل المواطنين الموجودين، بحيث بشكل دائم يبقى في متابعه. بالاضافه طبعا في مراقبه بنظام السكادا للمحطات الميه ومحطات الكهرباء، بحيث اي اعطال او حاجه بتظهر دايما في الشبكه الرئيسيه في المركز الرئيسي، بحيث ما نتفاجئش باي اعطال او اي مشاكل في الشبكات الموجوده في المرافق. وده طبعا بيبقى في اتصال بالسلطات المعنيه، سواء وزاره الاسكان ممثله في قطاع المرافق، او وزاره الداخليه لو في مشاكل خاصه بجرائم او خلاف. ده شكل الانفاق اللي بتتبني دلوقتي في العاصمه من على الطبيعه، دي الانفاق اللي هتتجمع فيها تحت الارض كل الشبكات البنيه الاساسيه وكل الاعمال الخاصه بالمرافق. ده طبعا شكل النفق ضخم جدا، ده كده تحت الارض. العلمين الجديده قريبه جدا من طبعا الانظمه الموجوده في العاصمه، بس احنا هنا بنضيف عليها ان احنا بدانا نوفر ميه من خلال انظمه تحليه ميه البحر، عاملين محطه تحليه مياه البحر، محطه ضخمه جدا، بحيث ان انا اقدر من خلالها اتعامل اوفر الميه للمواطن من غير ما اضطر ان انا اجيب ميه من النيل لحد العلمين. طبعا نفس الأنظمة اللي هي المستخدمة، توفير طبعا مناطق خضراء كبيرة جدا، بنقدر نوفر الطرق اللي تقدر ان هي تخدم على المواطنين. في برضه في العالمين مركز رئيسي، دول المدينتين اللي بدأنا فعلا ننفذ فيهم الأنماط الخاصة بالمدن الذكية. بدأ في سنت في مركز رئيسي بيتنفذ دلوقتي، ده اللي هيبقى من خلاله بيخدم على المواطنين. طبعا برضو انظمه الطاقه الشمسيه، مسارات الدرجات الموجوده في الممشى الرئيسي، دي برضو اللي بدانا نشوف الانفاق اللي هي ممكن نشتغل فيها اللي بتوصل، دي اماكن الدرجات الموجوده على المسار الشرعي، دي صور من الطبيعه لمدينه العالمين الجديده. طبعا استخدام الاضاءه اللي هي بتوفر الطاقه، طبعا كلها اغلبها بتبقى من الطاقه الشمسيه، زي ما قلت احنا بنحاول نوفر لدرجه 50%، يعني بنعمل ان احنا نوصل لاكتر من كده يعني ان شاء الله. دي كلها صور من مدينه العالمين الجديده اللي هي دلوقتي جاري تنفيذ من على الطبيعه. طبعا اكتر تحديات احنا بتقابلنا اللي هو مشاركه الاطراف ذات الصله ومشاركه المجتمع، طبعا لان انت حضرتك علشان خاطر تبدا تتعامل في الخدمات الحكوميه، لازم ان احنا نبدا نحول الموظف نفسه والمواطن لطريقه التعامل مع الموضوع. شكرا.
شكرا جزيلا الدكتور مهندس وليد عباس. الآن يقدم لنا رون كوفمان الخبير العالمي في بناء ثقافة الخدمات المتميزة عرضا بعنوان كيف نصنع تجارب متميزة للمتعاملين، فليتفضل. Thank you. السلام عليكم. It is such a privilege and a pleasure to be here. إنه من عظيم الشرف أن أكون معكم هنا اليوم. والآن سأبدأ عرض شرائحي. السيدات والسادة، اسمي رون كوفمان، وأنه من دواعي السرور أن أكون هنا في مهمة. لقد تجولت أرجاء العالم، أحادث وأحاضر أشخاصا مثل حضراتكم من أجل ترقية الخدمات. إنه من الرائع أن أعود إلى مصر مجددا، أشعر بالجميع هنا أصدقائي. في الحقيقة أن القاهرة باتت الآن مدينة حديثة وأنتم من ضمن المدن الرائدة في هذا الجزء من العالم، وشكرا لهذه الريادة. أنا وزوجتي قد زرنا الشرق الأوسط مرات عديدة وزرنا الكثير من الأماكن الشهيرة، لكن أعظم السرور هو ما أتلقاه حينما أحظى بفرصة للعمل مع أشخاص وإلقاء محاضرة على أشخاص مثل حضراتكم. على مدى سنوات لقد كونت العديد من الأصدقاء، وأعتقد أن هذه الصورة التي نرى عليها الشرق الأوسط ومصر اليوم لم تعد الصورة القديمة، هي مهد الحضارة. نعم، لكن الآن لدينا جيل شاب، كثير من الشباب، والشباب لا يريدون فقط الأداء والكفاءة والمصفوفات والمعايير، ماذا أيضا؟ إنهم يريدون الحماسة ويريدون المعنى والمغزى، وأنا سوف أجلب لهم مزيدا من الحماسة، وأنا أسألكم أيضا أن تنقلوا لهم هذه الحماسة إلى الشباب وإلى الأشخاص من حولكم والمتعاملين داخل وخارج مؤسساتكم. أحظى بالسرور بأنني صنعت العديد من الأصدقاء في الإمارات العربية المتحدة، بعضهم في دبي وبعضهم في أبو ظبي، ومؤخرا بدأوا يقولون لي أرجوك كان حديثك رائعا ومحاضرتك رائعة، هل جئت إلى القاهرة لتلقي علينا نفس المحاضرة الممتازة؟ يمكن أن تعرفوا من لهجتي أنني ولدت في أمريكا، لكن الآن أنا مواطن من سنغافورة. لقد عشت في سنغافورة لثلاثين عاما. لماذا انتقلت إلى هذا البلد الصغير للغاية والبعيد والقاسي للغاية؟ إن سنغافورة كانت تعاني مشكلة. بالنظر إلى الخريطة، أين هي سنغافورة؟ دعوني أساعدكم، إنها هنا عند تلك النقطة. في حقيقة الأمر هذه النقطة الحمراء الصغيرة تغطي بلدا كاملا. إن البلد ذا مساحة صغيرة للغاية، 5 ملايين من السكان، والمشكلة هي أن كل عملية تصنيع منخفض التكلفة، سوني، موتورولا، فيليبس، تركت سنغافورة منذ 30 عاما وانتقلت إلى الدول الكبيرة التي تتوفر فيها العمالة بتكلفة منخفضة، وانتقلت إلى الصين. وكل مراكز الاتصالات ومعالجة البيانات التي تحدث للصناعة المصرفية ولكل المؤسسات أيضا تركت سنغافورة وذهبت إلى بلدان أكبر تنخفض فيها كلفة العمالة مثل الهند. وهذا جعل سنغافورة في مأزق، كيف يمكن أن يستمروا في الحياة وكيف يمكن أن يستمروا في منح قيمة للعالم؟ وقرروا هنالك أنهم يمكن أن يكملوا البقاء في توفير الخدمة الممتازة، ودعوني إلى تقديم المساعدة والعون، وطرحت سؤالا وهو ما هي الخدمة؟ الكثير من الأشخاص قد يجيبون إجابات مختلفة عن هذا السؤال. قد يقول بعضهم إن الخدمة هي أن تجعل شخصا ما يبتسم، والبعض الآخر يقول أن الخدمة هي منح الأشخاص ما يريدونه. وقد يقول آخرون إن الخدمة هي أن تعامل غيرك بالطريقة التي تحب أن تعامل بها. والبعض قد يقول أشياء عدة وأنواع عدة من الإجابات ليس من تعريف نهائي، وبالتالي قدمت يد العون في وضع تعريف. إن التعريف الذي خرجت به هو أن الخدمة هي اتخاذ إجراء، أن تفعل شيئا لكي يطلق على ما تقدمه الخدمة.
ألا تكتفي بأن تكون داخل صندوق فوق الرف، وإنما اتخاذ إجراء لغرض ما. ما هو الغرض؟ تقدم شيئا يحتاجه أو يريده غيرك، أو يقدره غيرك، أو يستفيد منه غيرك، أو أمر يمكن أن يدفع لقاءه ثمنا ما يراه الآخرون ذو قيمة. إذن الخدمة هي اتخاذ إجراء ذلك من أجل خلق قيمة لشخص آخر. دعني أتوقف للحظة، هل هذا التعريف يبدو منطقيا بالنسبة لحضراتكم؟ فكروا في وظيفتكم، ما تفعلونه يوم يوم، ما الذي تقدمه وزارتكم، هيئتكم أو مؤسستكم، ما هي المسؤولية التي تطلعون بها، ما هو الإجراء الذي تتخذونه، ما هي القيمة التي تقدمونها؟ التفت إلى الشخص الجالس إلى جوارك واسأله، هل هذا التعريف يمكن أن ينطبق على مجال عملك؟ أرجو من كل منكم في خلال 20 ثانية قادمة أن يلتفت إلى الجالس إلى جواري وأسأله هذا السؤال، هل هذا التعريف ينطبق على مؤسستك ومكان عملك؟ Very good. Come on back. Come on back. Very حسنا good. عودة مجددا. Does this definition make sense? هل هذا التعريف يبدو منطقيا أم لا؟ نعم أم لا؟ هل قرأتموه معي؟ أرجو أن تقرأوه. Service is taking action. الخدمة هي اتخاذ إجراء لخلق قيمة لشخص آخر. جيد. Would you like to see it in Arabic? هل تودون رؤيته باللغة العربية؟ الخدمة هي أخذ إجراء Action to create لإضافة value قيمة for someone else. لشخص آخر. In fact, في حقيقة الأمر هذا يمكن ترجمته إلى كل لغات الأرض تقريبا، ويمكن ترجمته إلى مختلف مجالات الأعمال والهيئات الحكومية التي تطلع بمسؤوليات، وهو يبدو منطقيا سواء في خطوط المواجهة مع الجماهير بالنسبة للمدير، بالنسبة لقائد، بالنسبة لمجلس إدارة، إنه تعريف يمكنه أن يخدم العالم. إذا كانت الخدمة هي أخذ إجراء لإضافة قيمة لشخص آخر، فإن السؤال التالي هو ما مدى جودة أو سوء الخدمة التي تقدمها؟ من يملك إجابة هذا السؤال؟ ليس أنت، لا ليس أنت، إن الخدمة هي أخذ إجراء لخلق قيمة وتقديم قيمة لشخص آخر. من يملك الإجابة؟ مدى سوء أو جودة الخدمة التي تقدمها؟ شخص آخر هو الذي يملك الإجابة، واللغة التي يستخدمونها لوصف ما تقدمه وما تفعله ليست محكومة بمؤشرات الأداء أو بالمؤشرات، إنها نابعة من الشعور، من شعور من يتلقى الخدمة. وبالتالي خرجت بما يطلق عليه المستويات الست للخدمة لتقديم العون لنا على أن نفهم شعور الآخرين حيال الخدمة التي نقدمها. Basic. أساسية. ما الذي نعنيه بأساسية؟ Well, basic is the bare minimum. هي الحد الأدنى. ذلك أشبه بموقع إلكتروني بطيء للغاية، أو تاكسي له رائحة كريهة، مع سائق في مزاج سيء عصيب المراس ويقود قيادة غير احترافية. هل منكم من جرب ركوب مثل هذا التاكسي؟ هل هناك عدد من التاكسيات ينطبق عليها هذا الوصف هنا في القاهرة؟ إن كنت في مثل هذا التاكسي ذو الرائحة الكريهة مع سائق عصيب المراس، فهل ستستمتع بالرحلة معه؟ لا. هل سيوصلك إلى المكان الذي تنوي ذهاب إليه؟ نعم. إذن لقد أنجز الحد الأدنى من الخدمة التي تريدها. Basic أو الحد الأدنى. قولوا معي، 1 2 3 تفضلوا. كيف تشعرون؟
كيف تشعرون حيال الكلمة؟ مجرد قولها لمرة واحدة مخيب للأمل، هذا ليس ما نطمح إليه. دعونا نتخذ خطوة إلى الأعلى نحو الأفضل. أفضل من ذلك هو العادي، المستوى العادي. ما تتوقعه؟ إذا قمت بركوب التاكسي وقلت للتاكسي على المكان الذي تنوي الذهاب إليه، فهل تتوقع أنه سيعرف كيف يذهب إلى هناك؟ نعم أم لا؟ نعم، لكن هذا لا يحدث دائما، ليس دائما. هل مررتم بهذه التجربة حينما يقول لك السائق أين تريد الذهاب؟ تقول له أين تريد الذهاب؟ فيرد أين يقع ذلك المكان؟ بمجرد قوله ذلك كيف يكون شعورك؟ ربما يذهب إلى الطريق الخطأ أو إلى الطريق غير الصحيح أو الأطول، في نهاية الأمر سيوصلك إلى الوجهة، لكن ليس هذا ما تتوقعه. قوموا بعقد ذراعيكم وقوموا بنطق الصوت من الأنف. متوقع بهذه الطريقة، جيد للغاية. خطوة أعلى فوق المتوقع، فنصل إلى ما يطلق عليه المرغوب. حينما تقدم الخدمة إلى شخص ما على النحو الذي يعجبه والنحو الذي يأمل فيه ويطمح إليه ويفضله، هذا مثل سائق التاكسي الذي يقول: هل أنت مرتاح في الخلف؟ هل تود مني أن أرفع درجة حرارة التكييف أم لا؟ ستقول: هذا لطيف، هذا أفضل من أن تحظى بمستوى متوقع من الخدمة. أرجو منكم أن تبدوا في تدوير الكتفين نحو الخلف، هذا التمرين مفيد. هيا فلنعمل على تدوير الكتفين الخلف. ما الذي سيحدث؟ ربما ينكسر الكتفين أو ينخلعان. حسنا، فلنبدأ. هيا أضيف هذا الصوت: desire، الرغبة. هيا، جيد. قل للشخص الجالس في جوارك كيف يفعل ذلك. أولا في الأسفل فلننطق كلمة الحد الأدنى أو basic، ثم المتوقع مع الكتفين المرغوب. ما هو المستوى الذي يعلو المرغوب؟ هذا حينما تقدم خدمة لشخص على نحو غير متوقع ويثير الإعجاب، يقول: يا لها من خدمة رائعة، يا لهذه المفاجأة. هذا مثل حالي سائق أوبر الذي يقول: هل تود سماع بعض الموسيقى؟ شكرا، نعم أود ذلك. ما نوعية الموسيقى التي تفضلها؟ يا لها من مفاجأة. هيا سنعبر بهذه الطريقة: مفاجئ، مدهش. فوق المدهش هو مدهش للغاية، استثنائي، لا يصدق، لا يمكن أن أصدقه. هذا هو المستوى الأعلى، هكذا يكون تعبيرك. انتظر، ماذا تحت الحد الأدنى؟ تحت الحد الأدنى، ما الذي يقع تحت الحد الأدنى؟ حيث لا تقدم حتى المستوى المطلوب والمشروع، هذا غير مقبول، هذا لا يطاق، سيء للغاية، وأطلق عليه المستوى الكارثي. لا أعني بكلمة كريمينال أنك تخالف القانون، وإنما تخلف الوعد. لقد وعدت بتقديم الخدمة بأن تكون مسؤولا ولا تفي بالوعد،
ولذلك أطلق عليه كريمينال أو المستوى الكارثي. في هذا المستوى سوف نقوم بعقد اليدين وكأن بهما قيود. واضح أنك مررت بتجربة سابقة كارثية. دعونا جميعا نبدأ في اتخاذ هذا الوضع كريمينال أو المستوى الكارثي. بعد ذلك بيزك أو الحد الأدنى بهذا التعبير، ثم متوقع، ثم مرغوب، ثم مدهش، ثم لا يصدقه عقلي. جيد. قمتم بعمل رائع، أبليتم حسنا. وفي الغد ستتذكرون ما نقول الآن، وإن علمتموه لكل زملائكم في العمل سيبدأون باستخدام هذا النهج ويقولون دعونا نجرب هذا بيزك. كيف يمكن أن نجعل عملنا مرغوبا فيه؟ سؤال. هذه هي التعريفات باللغة الإنجليزية، وهذا ما لدينا في الترجمة العربية. وفي حقيقة الأمر هذا يمكن ترجمته إلى كل اللغات في العالم. ربما نحظى بلغة مشتركة لتقديم الخدمة لبني البشر والإنسانية. يمكن أن ندرس ذلك في المدارس لفتياننا وفتياتنا. يمكن أن نجعل الأشخاص يتعلمونه في برامج التدريبات المبدئية حين الانضمام إلى أي مؤسسة. يمكن أن أيضا تكون ذات نفع فيما بين الوكالات والهيئات والإدارات والوزارات، بحيث يمكن جميعا أن نركز على شخص آخر وتقديم الخدمة. أين يقع الامتياز بين هذه المستويات الست؟ إنه ليس واحدا من هذه المستويات الست. إذن أين يمكن أن تضع الامتياز وسط هذه المستويات الست؟ أرجو أن تلتفتوا إلى الجالس إلى جواركم وتسألوه هذا السؤال. أين يقع الامتياز من بين هذه المستويات الست؟ أين يمكن وضعه؟ حسنا، أين يمكن وضع الامتياز بين هذه المستويات الست؟ هيا هيا هيا، أين؟ أرى اختلافات عدة في الإجابة، عند متوقع، عند مرغوب، كل شيء يعلو. متوقع الأمر محير، أعلم أن الإجابة محيرة. لهذا أرى هذا الأمر محيرا، لأن المستويات الست للخدمة هي ليست كدرجات السلم، إنها تتحرك وكأنها سلم كهربائي، وهي دائما في حركة دائمة نحو الأسفل. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنك إن قدمت شيئا لا يصدقه عقل فأنه سوف يكون كذلك للمرة الأولى فقط. بعد ذلك في المرة الثانية سيكون مدهش، ثم في المرة الثالثة حسنا هذا يعجبني، والمرة التالية ماذا بعد؟ هذا متوقع، ثم المرة التالية حسنا ماذا أيضا لديك لتقدمه؟ ويوما ما إن لم تقدمه فستصبح بمثابة المقصر. دعوني أعطيكم بعض الأمثلة. هل تذكرون هذا؟ أطلعكم عليه اليوم فتضحكون، هذا يثير الضحكات اليوم. لكن حينما ظهر للمرة الأولى بدأ كشيء لا يصدقه عقل، أما اليوم فهو هذا هو الحد الأدنى. هل تذكرون هذا؟ العالم الآن بات مرقمناً. هل تذكرون حينما كان شخص ما يوصل الطرود إلى باب المنزل؟ ما الذي تعنيه هل تذكرون؟ كان ذلك بالأمس. نعم، لكن في الغد حتى شيء
يعتبر عاديا مثل النقد السائل. الآن بدأ يحل محله البطاقة الالكترونية، ثم بعد ذلك من خلال الهاتف الذكي، ثم من خلال البصمة، وبعد ذلك لن يكون عليك إلا النظر إلى شاشة ما لقراءة شبكيتك لكي تحظى بالنقود أو بالأموال. إذن أين يمكن وضع الامتياز بين هذه المستويات الستة إن كانت هذه الدرجات مستمرة في حركة دائمة نحو الأسفل؟ أرجو أن تتحدثوا إلى زملائكم الجالسين لجواركم في 30 ثانية. ما الذي يعنيه أن نحقق الامتياز حينما يكون سقف التوقعات في ارتفاع دائم وسقف الخدمات في هبوط دائم؟ حسناً، فلنعد مرة أخرى. نعم، جيد جداً، تفضلي. أنا أعرف أن الناس يفهمون، فبمجرد أن أرى الأيدي مرفوعة وترتفع أعرف أن الناس يفهمون ما أقوله. إذن التميز قد أصبح هدفاً متحركاً. فمثلاً إذا كانت السلالم في وضعية النزول وليس الصعود، الطريقة الوحيدة لكي تتميز بها هو أن تبدأ في أخذ خطوة تلو الأخرى. وإذن التميز هو أن تأخذ الخطوة التالية صعودا وليس هبوطا. إذن إن مؤتمر التميز الحكومي المصري يعني أن تحددوا أنتم ما هي الخطوات التالية التي يمكن أن تأخذونها صعودا لتخلقوا قيمة أكبر لمن؟ للدولة، للشعب، للمواطنين، للسائحين، للموظفين، للصناعات، للجيران وللعالم الذي تخدمونه. لو وقفتم في مكانكم ستهبطون على السلم، وهذا أمر صحيح وثبت في كل أنحاء العالم. إذا الآن لدينا تعريفين. التعريف الأول، الخدمة، بمعنى أخذ خطوات لخلق قيمة لشخص آخر. والتميز، التميز هو أخذ وصعود الخطوة أو السلم أو الخطوة التالية، الدرجة التالية في السلم. إذن ما الذي سيحدث إذا ما دمجنا المفهومين مع بعضهما البعض؟ سيكون لدينا مفهوم التميز في تقديم الخدمات. دعونا نقرأه. إذن تميز الخدمات هو أن تأخذ الخطوة التالية صعودا لخلق قيمة أكبر لشخص آخر. جيد جدا. إذن هذه هي الترجمة باللغة العربية. إذا من فضلكم لديكم 30 ثانية لتتحدثوا إلى من يجلس إلى جواركم وتسألوه، هل هذا أمر يمكن أن تطبقونه، وهذا التعريف يمكن أن تطبقونه في عملكم، في الوظيفة التي تقومون بها، مع الفريق الذي تعملون معه، لكي تأخذوا خطوة أخرى إضافية إلى الأعلى صعودا؟ تحدثوا إلى من يجلس إلى جواركم من فضلكم. Very nice. Come on back. Come on back. رائع جدا. فلنعد مرة أخرى. Next question. السؤال التالي. Where and when? أين
ومتى يمكن أن تأخذ خطوة إضافية لخلق مزيد من القيمة أو قيمة إضافية؟ هل يمكن أن تفعل ذلك على الهاتف أم على موقع الإنترنت أم في اجتماع أم في أثناء البيع والمبيعات أم في أثناء تعيين وتوظيف موظف جديد أو أنه في أثناء تجديد العمل؟ متى ومن وكيف؟ سوف أقدم لكم الآن فكرة جديدة تسمى معاملة الخدمة. معاملة الخدمة تعني أن الخدمة تحدث بتسلسل ما، هناك بداية ووسط ونهاية، وعلى مدار هذا الطريق هناك ما يعرف بنقطة الإدراك أو نقطة خلق الانطباع، ونقطة خلق الانطباع دي يمكن أن تقيم على أساس المستويات الستة من الخدمة. سأعطيكم مثالا، إن مطار تشانغي هو رقم واحد في العالم وهو في سنغافورة، و هو المطار الذي أعمل معه لمدة 27 عاما، وقد قالوا لا نرغب أن نكون رقم واحد. وفي المقدمة قلت لهم حسنا دعونا نبدأ العمل. لقد استخدمنا هذين المبدأين لكي ننظر ونبحث في معاملة مهمة جدا، وهي معاملة المسافرين عند الوصول. إن التعامل مع المسافرين عند الوصول تبدأ بمجرد فتح أبواب الطائرة، إن إجراءات الوصول تبدأ وتنتهي بمجرد غلق باب سيارة الأجرة أو التاكسي، وكل شيء في المنتصف هو ما يمر به المسافر من تجربة الوصول. إذن فأتحت أبواب الطائرة ووضع المسافر رجله أو قدمه في نفق الخروج من الطائرة. هل لاحظتم؟ هل هذا النفق أو هذا الممر نظيف، بارد، ساخن، جاف أم رطب؟ يجب أن نبدأ في تقييم هذا الممر، لأن المسافر يقيم المدينة على أساسه. ثم نذهب إلى منطقة الترانزيت أو العبور، مسافر العبور. إلى أين يجب أن يذهب المسافر؟ هل هناك إشارات؟ هل الحمامات نظيفة؟ إذن وبعد ذلك نذهب إلى ضابط الجوازات، وبعد ذلك تذهب إلى سير الحقائب. أي سير حقائب سأجد عليه حقائبي؟ متى ستأتي؟ هل ستأتي في حالة جيدة؟ بعد ذلك تذهب إلى الجمارك، هل سيتحدثون معك؟ ثم تذهب إلى صالة الوصول، وبعد ذلك تدخل في طابور، ثم تدخل في سيارة الأجرة وتغلق الباب وينتهي الموضوع. الآن في مرحلة من هذه المراحل وجد في مطار سنغافورة أن هناك تقييم ضعيف لدرجة الترحيب بالمسافر. في أي نقطة تعتقدون كان المستوى ضعيف؟ في أي نقطة كان المسافر يشعر بعدم الراحة في كل هذه النقاط؟ تحدث إلى من جوارك وحاول أن تكتشف في أي خطوة من هذه الخطوات لم تكن الدرجة مرتفعة. ليس لديكم أي اندهاش بالنتيجة. في مكتب الجوازات ضابط الجوازات قد يقول لك لا، لحظة واحدة، ليست مهمتي أن أكون لطيفا ومرحبا، ولكن أنا وظيفتي تطبيق اللوائح والقوانين وحماية الحدود. صحيح، هذا كله صحيح، ولكن عملك أيضا هو أنك تعطي انطباعا أولا عند المسافر عند الوصول. ففي مكتب الجوازات أو ضابط الجوازات هو من يعطي الانطباع الأول عن وجه سنغافورة. إذن حاولوا أن يحلوا هذه المشكلة، وطلبوا من كل ضباط الجوازات أن يقولوا لكل مسافر كل يوم شيئا جديدا.
سأقوله لكم، هذه كيف صارت الأمور. مساء الخير، وأرحب بك في جمهورية سنغافورة. بالنيابة عن الكل في سلطة وهيئة الجوازات، نتمنى أن تكون رحلتك سعيدة، ويمكن أن أطلع على باسبورك من فضلك. هل تعتقد أن هذه الطريقة نجحت؟ طبعا لا، لأن هذا حوار طويل جدا، ولا يمكن أن يقوله ضابط الجوازات مليون شخص في العالم، فبالتالي رفضوا هذه الفكرة. ثم جاءوا بفكرة أخرى، في كل بوابة جوازات قاموا بوضع مرآة تواجه ضابط الجوازات وعليها علامة ابتسم. للأسف الدرجة الخاصة برضا المسافرين انخفضت أكثر. هل تعرفون لماذا؟ لأنه عندما كان المسافر يأتي أمام ضابط الجوازات، بدلا من أن يكون هناك تواصل بالعين، كان ضابط الجوازات ينظر في المرآة ويرتب شعره. إذا قاموا بإزالة المرآة، وبعد ذلك جاءوا بفكرة ثالثة، في كل مكتب أو شباك جوازات في مطار تشانغي قاموا بوضع صندوق به مجموعة من الحلويات، وقاموا بطلب شيء جديد من ضباط الجوازات. كلمتين فقط يجب أن يقولها ضابط الجوازات، سأقولها لكم. أنت الآن ضابط جوازات في مطار شانغي في سنغافورة، هل أنتم مستعدون؟ يأتي المسافر وتقول أول كلمة كهذا، الباسبور. كل يقوله معي، 1 2 3، قولوا باسبور. رائع. اللحظة التي يعطيها فيك الباسبورت تقول الكلمة الثانية بهذه الطريقة، حلويات. حاولوا، فلنبدأ، 1 2 3، حلويات. لا، استخدموا يدكم، 1 2 3، حلويات. مرة أخرى، حلويات. تفضل، حلويات. يعني قولوا هذا 66 مليون مرة في السنة، يمكن أن يحدث هذا لأن الأمر سهل وبسيط. وارتفعت درجة رضا المسافرين عن الجوازات وشعورهم بحميميتها وترحيبها. إن مؤتمر التميز الحكومي المصري، الحضور الكرام، أود منكم أن تتذكروا ليس الحلويات، ولكن أن تتذكروا أن أول فكرة. صباح الخير، أهلا بكم في جمهورية سنغافورة. لم تنجح هذه الفكرة. الفكرة الثانية، وضع مرآة، أيضا فشلت. الفكرة الثالثة هي التي نجحت، عندما تعملون على تحسين إدارتكم، وزارتكم، أو جهتكم، أو هيئتكم، يجب أن تحاولوا أكثر من فكرة، وإذا لم تنجح فكرة حاولوا الأخرى، ولم تنجح حاولوا الأخرى. إن الشباب في العالم اليوم هم يعرفون أن ليس كل الأفكار ناجحة أو ستنجح. في مطار تشانغي هناك الكثير من الأشياء التي يقدمونها، ليس فقط الحلويات في الجوازات. على سبيل المثال لديهم لعبة أطفال يتزحلقون عليها، بحيث يلعب الأطفال حتى يتعبون، فبالتالي في الرحلة التالية سينامون. من سيقدر نوم الأطفال؟ الكل سيقدر نوم الأطفال في رحلة الطائرة. أيضا لديهم حديقة فراشات تستطيع أن تذهب إليها وأن تسترخي بين الرحلات، وأيضا لديهم بحيرة أسماك. سنغافورة في آسيا، وبالتالي السمك يعني الحظ السعيد. وأيضا معرض للفن، لأن الناس في المطار يمكن أن يذهبوا إلى كل هذه الأشياء. لقد فهموا في هذا المطار أن تجربتك وما تمر به هو ما سيدفع كل شيء إلى الأمام. طبعا هم يقومون بإدارة مطار، لكن كانوا يرغبون في أن تمر بتجربة لا تنساها وتخبر بها الآخرين، وعرفوا أن هذه التجربة يجب أن تخلق بالإعداد لها وليس بالصدفة.
إذن أنا أعتقد وأؤمن أن لديكم كل الأدوات التي تحتاجونها لتصميم النماذج والأطر والطرق التي يمكن أن تستخدمونها اليوم للابتكار والإبداع. طبقوها واستخدموها، ولكن دائما يجب أن تتذكروا لماذا تطبقوها؟ لخلق قيمة لمن؟ للآخرين الذين تخدمونهم. إذن كل نقطة خلق انطباع يجب أن تقيم على أساس المستويات الستة من الخدمة، وتميز الخدمة أو الخدمة المتميزة تعني أن تأخذ خطوة إضافية إلى الأمام لخلق قيمة مضافة للآخر. يمكن أن تترجم هذا إلى لغتك، إلى مهامك، إلى عملك، إلى مكتبك، إلى عائلتك وتطبقه. أيضا علم هذا لأطفالك، ستنجح أكثر وأكثر وسينجحون أكثر في المستقبل. السؤال الأخير، من يجب أن يكون مسؤولا عن تحقيق هذا وتطبيق هذا؟ مهمة من أن يحقق هذا؟ نظرت إلى موقعكم بالأمس، هناك الكثير من أجزاء الحكومة التي أنتم مسؤولون عنها. إذن من فضلكم كل واحد يتحدث مع من جواره وقل له هذه مهمتك ومهمتي أيضا. نقل هذا لبعضنا البعض، تفضلوا. Very good. جيد جدا. Before I leave, قبل أن أغادر، I would like to offer you some resources. أود أن أقدم لكم بعض الموارد التي يمكن أن تستعينوا بها. هناك مقال كتب في الريفيو الخاص بهارفارد بيزنس أو تقرير هارفارد للأعمال. يمكن أن تدخلوا على هارفارد بيزنس ريفيو وتكتبوا كلمة مصر، ويمكنكم أن تقوموا بتحميل هذا التقرير. لو رغبتم في معرفة المزيد عن أفضل الممارسات العالمية من أجل بناء ثقافة جيدة لتقديم الخدمة، ادخلوا إلى up.service.com واكتبوا كلمة مصر. upyourservice.com إن الشرائح التي قدمتها لحضراتكم اليوم أيضا متاحة لاستخدامكم في هذا البلد الرائع وهذه الحكومة الرائعة لمصر. إذن كلماتي الختامية هي شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للخبير الإعلامي رون كوفمان. بنستأذن حضراتكم إنه السماعات تبقى موجودة على المقاعد ونكون ممتنين. والحقيقة إنه أيضا بستأذن حضراتكم في إنه الجدول الموجود معانا سيتم فيه بعض التعديل لن نلتزم به. إحنا قررنا نتعب حضراتكم شوية، وبالتالي تم إلغاء الاستراحة التي كانت مقررة بعد المتحدث القادم، نظرا لانه دوله رئيس مجلس الوزراء قدم موعد حضوره الحقيقه لما يزيد عن الساعه. وبالتالي لدينا عدد اثنين متحدثين، السيد محمد بن طليعه ثم المهندس اشرف عبد الحفيظ. ننتقل الى جلسه نقاشيه سيحاضر فيها ويتحدث فيها معالي ناصر الهملي والدكتور هاني محمود، ثم الجلسه الختاميه الوزيره عهود والدكتورة هالة السعيد وأيضا الدكتور محمد الجرجاوي، ثم يطلق السيد رئيس مجلس الوزراء جائزة مصر للتميز الحكومي. فبنرجو من حضراتكم الالتزام هذه المدة، بنتكلم تقريبا في ساعة ونصف إن شاء الله. اسمحوا لي الآن الحضور الكريم أن أدعو سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة ليقدم لنا عرضاً بعنوان كيف نصمم نموذجاً متكاملاً للخدمات الحكومية. سعادة محمد بن طليعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أستعرض عليكم اليوم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الخدمات الحكومية.
يرتكز نموذج تطوير الخدمات الحكومية على 8 محاور رئيسية. سأبدأ باستراتيجية حكومة دولة الإمارات وآلية تطبيقها. تم إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين بدأ فريق العمل على تنفيذ المهام اللازمة لتطوير الخدمة الحكومية، ومنها تصميم الخدمات حول احتياجات المتعامل، تسهيل تجربة المتعامل واختصار مدة تقديم الخدمات، تصميم خدمة تقدم عبر قنوات مختلفة لجميع المتعاملين وجميع فئات المتعاملين عبر قنوات ممكن أن تكون ذكية يتعامل معها المتعامل من أي مكان كان أو عن طريق مراكز الخدمة. المحور الثاني والذي هو الحوكمة وإدارة العلاقة مع الجهات الحكومية، على أساس يكون عندنا نحن منظومة ثابتة وعملية موثوقة وموثقة للجميع لتقديم الخدمة بنفس المستوى، تم وضع معايير وأدلة محكمة وتم تدريب الموظفين في الجهات الحكومية عليها. نحن في البداية لاحظنا أن كل جهة حكومية تعمل بطريقة مختلفة، واكتشفنا أن من الضروري أن يكون في أدلة تجهزهم عشان يكون مستوى تقديم الخدمة موحد. المتعامل لازم لما يتعامل مع الحكومة يتعامل معها بتجربة واحدة أينما كانت. بعدين شفنا أن نحن عندنا جهات حكومية كثيرة، وهذه الجهات الحكومية تحتاج إلى تواصل دائم، فتم اختيار نخبة من رواد تطوير الخدمات موظفين من جهات الحكومية، وتم تدريبهم وإعدادهم ليكونوا سفراء في جهاتهم لتقديم وتطوير الخدمات الحكومية في هذه الجهات، وتوصيل رسالة البرنامج إلى هذه الجهات، وتوصيل منظومة إسعاد المتعاملين إلى موظفي إسعاد المتعاملين وموظفي الصف الأمامي. المحور الثاني والذي هو مهم جداً هو محور بناء القدرات والكفاءات البشرية. من المهم جداً نحن في دراستنا لوضع تقديم الخدمات في الحكومة شفنا أن من أهم الموظفين الموجودين هم موظفين الصف الأمامي، وللأسف في الماضي كانوا هذين الموظفين مهملين. ما أقصد أن لم يتم تدريبهم بالطريقة الصحيحة لتوصيل الخدمة إلى المتعاملين، فأخذنا نحن هذه الفئة من الموظفين ودربناهم وجهزناهم وحطينا لهم خطة تطوير وظيفية على أساس يكونوا جاهزين لتقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين. من ضمن الخطوات اللي أخذناها نحن لبناء القدرات هي تكريم رواد تقديم أبطال السعادة. نحن لابد يعني أن ولا شك أن في كل مكان وحتى في أي سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي في موظفين مثاليين، في موظفين أنجزوا شيء لازم نتكلم عنه. خذنا هذه التجربة، تجربة أبطال السعادة، اخترناهم عن طريق متسوقين سريين، وكان المتسوقين السريين يتابعون هاي لأبطال السعادة ويشوفونهم كيف يقدمون الخدمة للمتعامل. خلوني أقول لكم قصة واحد من الأبطال اسمه إسماعيل. إسماعيل تردد عليه متعاملين كثير وكانوا يحبون يتعاملون وياه، فكان المتسوق السري يهمه أنه يسمع ويعرف ليش المتعاملين يحبون يتعاملون مع هذا الشخص. ففي جلسة واحدة مع واحد من المتعاملين كان المتعامل كمل الإجراءات كاملة، لما وصل لمسألة الدفع طلع أنه ناقصت لنا 5 دراهم عشان يدفع المبلغ. كان قدام الأخ إسماعيل خيارين،
الخيار الأول أن يطلب من هذا أن يصير يجيب الفلوس ويرجع ويصف الطابور، والخيار الثاني اللي هو مش ملزم أن يسويه أن يقول له هذه تفضل المبلغ ورجع لي إياه بعدين. الأخ إسماعيل قال طلع المبلغ من جيبه وعطاه إياه، قال له بدل ما ترجع وتصف الطابور أنا أعطيك المبلغ رجع لي إياه متى ما يناسبك أنت. هذا مثال على الموظف المتفاني في عمله، الموظف اللي ياخذ الخطوة الإضافية أن يقدم خدمة مثالية للمتعاملين. طبعاً في بناء القدرات نحن صممنا برامج تدريبية كثيرة، منها برنامج تعريفي عن إسعاد المتعاملين. هذا البرنامج تم تصميمه بطريقة مبتكرة، نحن اشتغلنا مع القطاع الخاص وبالتحديد القطاع الترفيهي. القطاع الترفيهي مثل ما تعرفون يعني مهمتهم الرئيسية هي إسعاد متعاملينهم، فنحن سرنا وقعدنا معاهم وطلبنا منهم أن يعطونا تجربتهم كيف هم يسعدون المتعاملين. طبعاً خذنا هذه وجهزناها بطريقة تناسب القطاع الحكومي، ودربنا أكثر من 3000 موظف من موظفي الواجهة واللي اليوم نحن نسميهم موظفي إسعاد المتعاملين. طبعاً نحن ما وقفنا هني، بناء القدرات دورة مستمرة، ومن اللازم ومن الضروري أن يتم دائماً تجديد فكر الموظفين بالأفكار الجديدة التي تتعلق بإسعاد المتعاملين. فقمنا باختيار نخبة من الموظفين من جهات الحكومية وتم تدريبهم على أن يكونوا مدربين لإسعاد المتعاملين. هذه للمدربين اليوم تخرجوا وعطيناهم خطة لتخريج أكثر من 4000 موظف إسعاد متعاملين كل في جهته. بالإضافة إلى هذا تم إطلاق منصة إلكترونية للتدريب على محاور رئيسية في إسعاد المتعاملين. نحن قلنا اليوم مثل ما الواحد اليوم عنده رخصة قيادة يجددها كل كم سنة علشان نتأكد أن الريال موجود ويقدر يسوق بعد والنظرة زين، نفس الشيء سويناه في التدريب على إسعاد المتعاملين. طلبنا من الموظفين أن يسوون التدريب هذا في كل مكان كانوا، أي مكان واحد يقدر يسوي التدريب هذا في البيت ويقدم اختبار قصير جداً مدة 10 دقائق ويحصل بعدين شهادة تثبت أنه هو أكمل البرنامج.